اتفضل اكتب لما يجيبها لنا تاني. فعايز اقول لك الحاجات اللي زي كده بتفيد اللعيبه مش بتضرهم، يعني ممكن ناس تبقى شايفه في بعض اللعيبه تبقى شايفه ان هو ازاي ينزل يلعب في الناشئين تحت. لا انا بشوف انك انت النهارده وجودك فعدم الضغط مباراه زي كده لياقه بدنيه، معانا الصده بتاعت مصطفى الشوبير، خلي بالك ده صده مهمه جدا في وقت مهم جدا. صعب يمكن في دقيقه 80 تقريبا. ايوه يعني ريفلكس حلو جدا 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 طبعا، كرة عاملة بند في الأرض وبتعلى كمان. أنا شايفها لقطة المباراة دي. دي طبعا حلوة جدا بصراحة، يعني أداء يعني ردة الفعل بتاعته مع زي ما قال كابتن حشيش إن هو خلاص ما فيش، هو واقف تقريبا طول ال 90 دقيقة ما فيش أي محاولات على المرمى، الحارس يعني عارف مش سخنة زي ما بنقول بلغة الكورة. فالنهاردة لما الكورة تجي لك كده في الزاوية البعيدة، كرة مفاجأة كمان، هو خد بالك لو تشوف الفرويد لعبها من وسط اثنين، يعني هو ما كانش واخد باله يعني. هو الحارس كمان يا أحمد المميز اللي في ماتش كله يجيب كوره صعبه زي دي، صح؟ يعني كان ممكن ما تجيلوش حاجه طول الماتش وتيجي كوره واحده تيجي هدف، انما هو يعني التالق بتاعه التركيز كله انه حافظ على تركيزه بدون ضغط عليه، دي بتبقى حاجه صعبه يعني. شرفتنا ونورتنا النهارده كابتن محمد. شكرا يا كابتن اسامه، ومبسوط انك كنت معانا. شرفتنا النهارده كابتن بلال. ربنا يخليك يا كابتن اسامه وبالتوفيق ان شاء الله. النهارده على مدار 4 ساعات كنا متواجدين مع حضراتكم من ملاعب النشاط.